خاص سبيشال انترفيو. مساكم الله بالخير واسعد الله مساكم مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم في كل مكان. معكم أنا سحر عبد الله, فاجأتكم شوية بالدخلة هذه اليوم. طبعا هذه حلقة خاصة أو لقاء خاص, راح يكون معانا ضيف جدا مميز ولأول مرة كمان معانا في إذاعة ألف ألف أف أم. طبعا بس قبل كل حاجة, قبل لا أرحب بالضيف وقبل لا أعرفكم مين ضيفنا, أذكركم أن تقدرون تسمعونا وتشوفونا صوت وصورة من خلال طبعا الويب سايت الخاص بإذاعة ألف ألف أف أم اللي هو ALIFALIFFM, أو إذا وصلت وجهتك وحاب تسمعنا من خلال التطبيق تقدر تحمل تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور إذا معك آيفون, أو من الجوجل بلاي إذا معك أندرويد على ALIFALIFFM. اليوم ضيفنا هو القنصل الأمريكي والقنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في مدينة جدة, الأستاذ ريان جليها. Welcome your excellency Mr. Ryan to our lovely station ألف ألف أف أم, and it's an honor to have you here to the show. لأنه شرف لي أنا أكون معكم. تكلم بالإنجليزي مستر ريان, رد بالعربي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك مستر ريان, وشكرين مقدرين هذه الفرصة للقاء معكم وللحوار معكم أمام المستمعين مدينة جدة وكل المملكة, وأنتظر منكم ومن المستمعين للغتي العربية الضعيفة ونحاول. جميلة لغتك العربية مستر ريان. أسلام. وشكرا لك, هتعطينا من وقتك. You're giving us this an hour from your time. Mr. Ryan Gleha, did I pronounce it right? نعم, Ryan Gleha. 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 يعني اسم غريب شوي باللغة العربية. No, I just want to make sure I pronounce it right. نعم. Do you know, by the way, Ryan is an Arabic name. Ryan, have... يعني باب جنة. Yeah. ما شاء الله. Okay, Mr. Ryan. Yeah, I understand. يعني اللي عرفته إنه you used to live here. In Jeddah, in Saudi Arabia, 15 years ago. نعم. So, welcome back شكرا, to Saudi شكرا. Arabia. And tell us more about yourself. كلمنا عن نفسك. أكيد أنه أنا اشتغلت بالمملكة منذ 15 سنة بالقنصلية العام في جدة. بس يعني التحقت بالخارجية الأمريكية في 2002, وأنا اشتغل بالمنطقة من ذلك الوقت. أنه بدأت الشغل هون بالمملكة بالقنصلية العام. كنت رئيس القسم التأشيرات أنا ذاك, وأنا كنت هذا كان وقت مش منيح يعني بالنسبة لتاريخ المملكة تتذكر يعني بين 2002 حتى 2004 كان في مشاكل أمنية بالمملكة. بس إنه يعني أعتقد من هذه الخبرة أنا شفنا كيف يعني بلدينا يعني تقربنا مع بعض عشان الشغل مواجهة لل شو اسمه تصديات الإرهاب والتطرف العنيف. بس بعد المملكة أنا انتقلت إلى لبنان, حيث اشتغلت بالسفارة هناك لمدة سنتين, وبعدين رحت صنعاء اليمن. ما شاء الله. بعد اليمن رجعت لبنان, بعد ذلك رحت لندن لثلاث سنين وكنت المتحدث الرسمي باسم الخارجية أنا ذاك, وبعدين رحت دوحة, ومن دوحة أنا جت ورجعت جدة. نورت جدة. شكرا, نورت المنطقة بكل. بس قبل ما التحق بالخارجية أنا كنت بالجامعة وأنا درست الدراسات الدينية, وكنت متخصص بالتاريخ الإسلامي. فأنا ذاك أنا درست اللغة العربية, اللغة التركية, اللغة الفارسية, اللغة الأوزبكية, كل هذه اللغات المرتبطة بالتاريخ الإسلامي. ويعني بعد أحداث 11 سبتمبر أنا كنت أنا أتذكر هذا اليوم بكل وضوح. وأنا فكرت بعد ذلك اليوم أنه ليش أنا واصل بدراستي, وليش أنا واصل بهذه الدراسة الدقيقة في هذا الشيء. وكنت يعني أكتب يعني شو اسمه الريسيرش يعني البحوث في الدراسات الدينية وبالأخص الإسلام, الشعر الصوفي بالعصر الوسطى. في شيء جميل بس شيء دقيق, مش كثير من الناس يعني يحبوا هذه المواضيع, هذا النوع. ايه, ففكرت بعد احداث 11 سبتمبر يعني ممكن الحكومه الامريكيه بحاجه الى المساعده لهذا المال لاكثر تفهم
في هذه المنطقة وبالأخص العالم الإسلامي. معرفة أكثر. صحيح. فأنا التحقت بالخارجية يعني. ذاك بعد ذلك يعني هيك حياتي أنا يعني انتقل مثل البدوي المكان المكان يعني يمثل الحكومة الأمريكية بينما أروح. وهذا مرة شيء مختلف يعني لما كنت بالجدة أول مرة ما كنت متزوج ما كنت معي عائلة ورجعت مع حرمتي ومع عائلتي لدينا طفلين البنت هي ثلاث سنين لديها ثلاث سنين والولد هو سنة ونص تقريبا فأنا نحن كثير منبسطين أن نرجع إلى مدينة جدة وإحنا كمان مبسوطين شفناك مستر ريان وبس حنطلع فاصل قصير وراجعين مستمعين خليكم على السماع يلا خاص سبيشال انترفيو عودة من جديد مستمعينا مكملين طبعا لقائنا لليوم مع سعادة القنصل الامريكي الاستاذ ريان قليها هلا وسهلا فيك من جديد استاذ ريان Mr. Ran, like a lot of people thinks that the visa center is it's the only service that القنصليه بتقدمه so is there like other activities that's the that the consulate do it مع يعني سو عشان المستمعين كمان ياخذوا فكره عنه واكيد انا اعتقد معظم الناس اللي لديهم التواصل مع مع المقرات الدبلوماسية وخاصة القنصلية العام هون بجدة يعني معظمهم يعني بس يجي إلى القنصلية عشان تأشير الأمور تأشير صحيح فهذا يعني جزء مهم من مهمتنا الكبرى في الدبلوماسية بشكل عام إنه لدينا مقرات سفارات وقنصليات كل العالم وبالمملكة لدينا السفارة بالرياض القنصلية العام هون بجدة وكمان القنصلية العام الجد الثاني بالظهران فأكيد يعني الجواز التأشيرات والأمور القنصلية هذا مهم من مهم جزء من المهمة بالنسبة لنا فنحن نرحب في أهل منطقة الحجاز والغرب يعني نحن بالقنصلية العامة بجدة نحن مسؤول عن كل المحافظات من تبوك إلى نجران وجزان في الغرب المملكة ونحن مسهل لكل لتقديم التأشيرات لتقديم الأوراق للتأشيرات بس مثل ما لاحظتي القنصليات بشكل عام مثل السفارات الصغيرة الصغيرة صحيح فنحن نشتغل ببعض المجالات ولدينا أقسام مختلفة بالقنصلية اللي تتعامل بالمواضيع مختلفة مثلا لدينا قسم التجارة اللي تتعامل مع الشركات السعودية اللي تريد أن تشتغل في أمريكا والعكس يعني الشركات الأمريكية اللي تريد أن تستثمر بالمملكة العربية السعودية وكمان لدينا قسم الشؤون العامة وهذا قسم مسؤول عن أمورنا الثقافية والتعليمية والإعلامية ولدينا أنشطة مختلفة في هذا المجال اللي الجماهير تستطيع أن تشارك فيه مثلا نحن نستضيف يعني يوفر قسم الشؤون العامة ممثلا بقسم الثقافة عددا من الفرص برامج التبادل الثقافي للمواطنين السعوديين للذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاكتساب معرفة أكبر بمواضيع ومجالات مختصة متخصصة وفي هذه السنة أرسلنا أكثر من 40 من المواطنين السعوديين من المنطقة العربية والذي شاركوا ببرنامج متنوع في صناعة الأفلام والصحافة والحفاظ على الآثار التاريخية فبهذا المجال التبادل الثقافي هذا جزء مهم من مهمتنا في القنصلية وكمان نحن نستضيف بعض الأمسيات في القنصلية في المجال الثقافي مثلا يستضيف قسم الشؤون العامة بشكل دائم أمسيات ثقافية مختلفة وعلى سبيل المثال عرضنا الفيلم يعني برنامج سلسلة الفنومة أو الأفلام عفوا الأفلام كل شهر مع فتح باب النقاش في نهاية العرض على أحداث في الفيلم والذي يتيح بالفرصة للحاضرين معرفة المزيد من جوانب الثقافة الأمريكية وهذا جزء مهم كمان أنه يعني إذا تتذكر يعني في الجيل الأجيال
يعني مش الجيل الجاي، الجيل الحالي يعني الجيل يعني الكبار السنين. أيوه. يعني انا اتذكر معظم الناس يعني ممكن انشأنا السفاره هون بجده في الخمسينات، وانا ذاك كان لدينا مكتبه هونيك بالسفاره، وفي كثير من الناس يعني يتذكروا انه كنت احب ان اروح واتعلم هناك ونشوف الافلام. فنحن نعيد النظر في هذا النوع برنامج. نحن نعرف الان يعني في خيارات عديدة امام الشعب السعودي يعني في مجال الثقافة، يعني في افلام الان، يعني ان شاء الله في يعني ثياتر يعني بجد بعد شوي. فنحن نعرف انه السفارة او القنصلية ليس الوسيلة الوحيدة للحصول على المعلومات على الثقافة الأمريكية. فنحن نحاول أن نرتب بعض الأمسيات، بعض البرامج اللي تعطي الفرصة أسهل. أي أسهل وفرصة للتعرف على جزء من الثقافة الأمريكية مش معروفة كثيرا في المملكة. صحيح. فنحن دائما على الفيسبوك وعلى تويتر، إذا تتابعنا على الإنترنت تروحوا على our website، الموقعنا الإلكتروني، ونشوف الأنشطة المختلفة اللي نقوم بها. وفي في الأسابيع الجاية سنشارك في كيف نقول هذا في فيستيفال مهرجان الكتاب بجدة. أنا أتذكر الاسم بالذات بالعربي، جدة إنترناشونال بوك فير. مهرجان الكتاب. مهرجان الكتاب. ونحن شاركنا بهذا المهرجان لأكثر من 10 سنين. فسوف لدينا سوف يكون لدينا ركن للكتب الأمريكية، يعني بين كل أنواع الكتب الأمريكية. وهل يكون في هيكون هناك كمان فرصة للتعرف على الثقافة المكتوبة بالمكتوبة. جميل. Okay, Your Excellency Mr. Ryan, as you know now, there's a lot of changes, positive changes and challenges happening in our point of view in KSA, and the vision led by our King Salman bin Abdul Aziz and our Crown Prince, His Royal Highness Mohammed bin Salman. So my question is, what are the changes that you saw between before and now in your opinion? أكيد أنه يعني مرت أكثر من 15 سنة من أول مرة أنا دخلت المملكة السعودية، وأنا ما زرت المملكة يعني خلال هذه الفترة، فترة غيابتي من المملكة. فبس رجعت منذ شهرين تقريبا وشفت أنه بعض الأشياء جديدة، إنه الجو جديد، يعني الطقس نفس الطقس بس الجو مختلف شوي. الطقس نفسه، الطقس للسحر نفس الرطوبة نفس الحر، بس يعني الجو يعني يعني شكل يعني بالمعنى آخر، يعني الجو يختلف تماما. فإنه في يعني ما سمرنا ما تصورت إنه نشوف بعض الشباب السعوديين يعني ينشأوا شركات خاصة لهم، يعني منشوف يعني مطاعم جديدة، يعني مش من أمريكا، يعني منشوف كل مطعم أمريكي هون من التشينز الأمريكي اللي موجودة هون، بس منشوف الآن مطعم واحد يعني صاحبها يعني سعودي، يعني بده يعني يشغل الشركة خاصة لهم. ما شفنا هذا من سابق. وكمان رؤية 2030 يعني رؤية كبيرة، ويعني تستغرق الوقت عشان تحقيقها، بس داخل هذه الرؤية فرص كثيرة للشباب السعودي. ونحن بدنا كالولايات المتحدة الأمريكية أن نساعد هذه الرؤية والفرص للعمل والفرص للاستثمار والفرص للدراسة بهذا الشيء. فلا شك أنه يعني جدة كرمز من هذه الرؤية، يعني نشوف يعني جدة يعني دفعان أكبر مما من 2002 لما وصلت أول مرة. فأنه يعني القنصلية كانت برت يعني جدة، ولا جدة يعني أشمل، يعني نروح للشمال اللي يعني أطول من بحور، يعني هذا الشيء مش معروف بالنسبة لي، مش معقول بالنسبة لي. ف يعني إجمالا نحن كالولايات المتحدة يعني نحن كثير مهتمين بنشوف التغيرات العديدة في الثقافة السعودية وفي عدد المجالات المختلفة في المملكة.
جميل. كمان حنطلع فاصل مستر ريان. انا I also heard that your favorite band is Led Zeppelin. صح انا مش فرقة المفضلة. فرقة بريطانية بس أيه. انا فرقتي المفضلة. أيه. صحيح مستمعينا سمعنا يعني اغنية من فرقة Led Zeppelin وهي فرقة انجليزية اساسا وتشكلت يعني في الستينات. ايوه فرقة روك. سوف نسمع أغنية ثانية لهم وراجعين مكملين اللقاء. خليك مع السماء. لقاء خاص Special Interview. عودة من جديد مستمعينا في لقائنا لليوم مع القنصل الأمريكي سعادة الأستاذ ريان كليها. أهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا فيك مستر ريان. يعني أنا لاحظت في أمريكا وكثير لما بقابل يعني شخص أمريكي يحبون الكلتشر المختلف يعني في في الأكل مثلا. ألاحظ يعني يميلون أكثر للمطاعم العربية. نعم. مثلا المأكولات الهندية. نعم. كثير أكثر maybe من European cuisine يعني they would prefer يعني الكلتشر هذا يفضلونه كثير الأمريكان. سؤالي what's your favorite meal or cuisine؟ إنه أنا بحب يعني كثير من الكويزينات المختلفة بالعالم. إنه يعني أنت على حق إنه الأمريكان نحن بلد متنوع وفي هناك في كثير من المطاعم المختلفة من جنسيات مختلفة. صحيح. هناك ولسوء الحظ ليس هناك كثير من المطاعم يعني حجازية بأمريكا. صحيح. بس في بعض الكوزين القريبة من العربي يعني مثلا زي المطعم الإيراني أو الهندي شوية. نعم. القريب من نعم بس أنه يا ريت أنه الأمريكان يجي الجدة عشان الأفطار الجدوية أو أنا أروح أفتح مطعم إن شاء الله. إن شاء الله أنه بحب الأكل الحجازي يعني إن جاد. أنه في بعض الوجبات يعني بحبها وخاصة للإفطار أنه يعني بحب الفول. هذا مش شيء جداوي بس يعني في أسلوب يعني تحضير عربي يعني. عربي هيك. أيوه. هيك والتميس وشو يعني المعصوب والمطبق مندي والكبسة وكل هالأشياء مختلفة. وأنا شيء استغرب لأنه أنا عشت يعني مثل ما قلت أنه أنا شغلت باليمن وأنا ما فكرت أن الأهل جدة يحب الأكل اليمني. اليمني صحيح. صحيح. أنا مش رحت على المول ما شفت أنه في أكل يمني هون. بالفود كورت بالمول. هذا شيء بجنن. أنا أعتقد أن السعوديين بحبوا الأكل من مختلف الحلفيات. مالتي كالتشر كمان. فأنه نحن محظوظين بأمريكا أنه لدينا مهاجرين من كل العالم. صحيح. يجيوا ب الدعم والمحلي لهم يعني ويوفر ذلك للأمريكان هنا. وثقافات كثيرة مختلفة كمان. إيه. وكمان يعني أعتقد أنا مشوف بعض يعني الأكل الأمريكي موجود هون بالمملكة مع تويست مع ذوق سعودي أو شيء يعني البرجرز يعني ما بعرف شو البهارات المحلية أو ما في الصوص والصوص والأشياء. وهذا شيء منيح بالنسبة لي أنا يعني نشوف أنه التجربة في الطعام وفي التجربة بالمأكولات المختلفة. جميل. مستر ريان يعني زي ما أنت عارف جدة كتير مشهورة بالآرت. نعم. سين ومن وجهة نظرك يعني يعني إيش تقول عن الآرت وإيش تحس إيش البنفت اللي ممكن الآرت يعطيها لل society. ولا شك أن الفن يلعب دور مهم بأي مجتمع ولا سيما المجتمع العربي ومجتمع مدينة جدة. وأكيد مدينة جدة مدينة الفن بالمملكة العربية السعودية. ويعني صار مثل ما قلت أنا صار لي بس شهرين بالمدينة وأنا كثير محظوظ. أنا حرمتي هي متخصصة بالفن وهي بتحب تروح المتاحف والمعارض المختلفة ولسه لم يكن هناك فرصة لي لزيارة المتاحف أو المعارض لسه. بس أنا أعتبر الفن وسيلة لتعبير عن النفس وتعبير عن الروح. فأنه إذا ننظر للفن فينا نعرف أكثر عن
ما داخل الشخص، ما داخل، ما في 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 الباطن الشخص، كل شيء خاص. وأعتقد الفن يساعد الشعب يعني التعبير عن أفكارهم، ويعني يوفر يعني منفذ للأخصيص وللأخلاق ولكل هذه الأشياء. ليس لدينا الكلام الكلمات للتعبير عنها، فيترجمها الأرت. فأعتقد يعني كدبلوماسي الفن يلعب دور مهم في الدبلوماسية، ونحن هيك السبب نحن نجيب الفنانين من أمريكا إلى البلدان المختلفة. نحن نجيب يعني فنان للشو اسمه رسم أو للموسيقى للبلدان المختلفة، وإن شاء الله سوف نرتب بعض الأنشطة مثل هذه في الأيام الجاية. والفن هي وسيلة للاتصالات ما بين الثقافات. صحيح، جميل. مستر ريان، طيب هنطلع فاصل لسه. اوكي، كنت حابة أسألك كمان عن يعني الكلتشر السعودي مستر ريان، يعني لو جينا نقول what's the most interesting، يعني بالنسبة لك أكثر شيء تشوفه interesting، أكثر شيء تحس أنك يعني مبسوط أنك تعلمته من الكلتشر السعودي. أعتقد أنا للأمريكان لسوء الحظ ليس لدينا فرص كثيرة للتعرف على الثقافة السعودية قبل ما نجي إلى السعودية، وبالسوء الحظ ما كان في فرص كثيرة للزيارة السعودية قبل كده، وإن شاء الله في السنة الجاية راح ينفتح البرامج عشان إصدار تأشيرات سياحية للأمريكان. فلما يعني ما لم يكن لدي فكرة مطلقا عن المملكة قبل ما أجيت إلى المملكة أول مرة، وكنت مندهش أن أشوف تنوع بالمملكة العربية السعودية في كل المناطق المختلفة. أنا زرت الشمال والجنوب ومن شفت التنوع المختلفة، يعني مثل ما ناقشنا قبل المقابلة أنه يعني الموسيقى هون بالحجاز يختلف عن الموسيقى في النجد، وكمان بالشمال بتهامة، يعني بالجنوب بتهامة، أنه في ثقافة مختلفة هناك في كل شيء، في ميوزيك، في الأكل. إيه، يعني يا ريت يعني لدينا يعني سنوات هون في المملكة أن أكتشف كل الثقافات المختلفة. وأنا شيء شوية غريب لأنه آخر مرة كنت هون يعني أنا رحت معرض لأبو سيراج، ممكن تعرف أبو سيراج، هذا الشيء مضحك شوية، بس يعني هذه الفرقة الموسيقية والرقصية هون بالجدة، وأنا ما تصورت أن الجدوين يعني يرقصون أو يغنوا أو يعني لديهم موسيقى خاصة لهم أو ثقافة البحرية مثل هيك. وفي تقارب بين هذه الثقافة الشاطئية والثقافة الشاطئية الأمريكية. هذا الشيء أنا كثير منبسط أن أشوف similarities، يعني ما بعرف كيف similarities بالعربي، التشابه بين الثقافتين عبر هذا الشيء. فأعتقد أنه التنوع بالمملكة تشبه التنوع بأمريكا. Multicultural. صحيح. طيب إيش أكثر أكثر واحدة وأكثر نوع من الثقافات هذه اللي حضرتك شفتها مستر ريان، يعني في المناطق، يعني زرت كذا منطقة في السعودية حسيتها قريبة شوي للكلتشر الغربي أو يعني الأمريكي؟ أعتقد أنا أحب أن أزور الأسواق وين ما أروح بالمملكة، الأسواق التقليدية. أوكي. ونشوف هذا حقيقة يعني الأحسن دليل على التشابه بين الثقافتين. يعني بالسوق منشوف نفس الأخلاق، نفس الحركات، نفس الشخصيات مثل هيك. فنحب أن نشوف هذا الشيء، أنه بأمريكا لدينا يعني أسواق كثيرة، وهون نفس الشيء، يعني منشوف هذا النوع من الثقافة، جزء من الثقافة. جميل، حنطلع فاصل كمان بس ريان، مستمعينا وراجعين، خليكم على السماء. لقاء خاص. Special interview. مكملين طبعا لقائنا لليوم مع القنصل الأمريكي، مستمعينا ووصلنا تقريبا لآخر جزء من الساعة. أهلا وسهلا فيك من جديد مستر ريان، ومرة شكرا
كمان مرة وأنا شكرا لك هذه الساعة من وقتك. مستر يان، بحكم يعني طبعا شغلك ومنصبك as you said، وقبل كذا لما جيت السعودية قبل 15 سنة كان من الصعب تعرف شيء عن السعودية وانت في امريكا، يعني as you said انه كل الاغلب الامريكان يمكن ما يعرف ولا شيء عن السعودية. الان لو احد سألك ايش ممكن تقول يعني in one sentence عن السعودية، تعال السعودية عشان ايش؟ والسعودية يعني والشعب السعودي يعني شعب محترم، شعب يحب يعني عائلتهم، يعني يحب المستقبل. فأعتقد يعني دائما نتكلم عن المصالح المشتركة بين بلدينا، وفي بعض الناس يعني يقولوا أنه ليس هناك أخلاق مشتركة، وأنا أرفضها تماما. لدينا أخلاق مشتركة وأنا أرى ذلك كل يوم، ونحن أنا كثير مبسط أن نشوف عدد التلامذة السعوديين يدرسون في أمريكا، وهم يعني في أكثر من 100,000 سعودي الآن يعني يدرسوا هناك، يعيشوا هناك مع عائلتهم، وهم يصبحون مثل سفراء صغار للمملكة بأمريكا، وهذا الشيء منيح بالنسبة لي. يعني الأمريكان يعني معظم الأمريكان لن يسافر أبدا، يعني أقل من ثلث الأمريكان لديهم جواز سفر، فأقل من ثلث الأمريكان ممكن ما يسافر من الولاية للولاية، وحتى يعني بس يعني سفر إلى البلد ثاني يعني هذا الشيء غريب لهم. يعني لما يسافر السعوديين إلى أمريكا هم مثل ما قلت يعني سفراء للسعودية في أمريكا، وبالعكس لما يرجعوا من دراستهم بأمريكا يصبحون سفراء لأمريكا، هم يفهمون عن الثقافة الأمريكية وشعبنا، وهذا لمصلحة الولايات المتحدة كمان. فهذا أهم جزء من شغلنا بالقنصلية العامة، يعني تشجيع هذا النوع من التبادل الثقافي عبر القنوات المختلفة مثل السفر، السياحة أو الدراسة بأمريكا. طبعا كمان يعني زي ما قلت مستر ريان، أنت معك عائلة كمان هنا في السعودية. نعم. Your kids are في المدرسة ولا لسه؟ لسه يعني الأكبر هي بالبري كي، يعني راح يحضر المدرسة بعد شوي. أوكي. يعني نريد أن هي يتكلم اللغة العربية، دائما هي بتقول بابا أنا بدي يعني أدرس اللغة العربية. لديها بعض الكلمات like مثل خوخ أو موز أو يعني الأسماء الفواكه وشيك، بس يعني بنحاول أن ندربها باللغة العربية والحروف وما إلى آخره. تتعلم عربي. إيه نعم. لو حاب توجه كلمة مستر ريان للشباب السعودي الآن، إيش ممكن تقول؟ نحن يعني أنا كثير منبسط، وأكيد يعني أنا وعائلتي نحسنا بالترحيب يعني واسع من الشعب السعودي، وخاصة الشعب هون بمدينة جدة، ونريد أن أشجع الناس المستمعين يقوم ب يعني ياخذ الفرص للتعامل معنا بالقنصليه عبر قسمنا القنصليه او قسمنا الشؤون العام. نحن جاهزين ومفتحين.